السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكم متابعي قناة أسواق الجزيرة للمواشي على اليوتيوب. اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم يا شباب 22/7/2023، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. اليوم السبت يا شباب، اليوم السبت احنا في سوق البقرة ما شاء الله تبارك الله، حركة السوق جيدة يا شباب، للفطيمة للخروف والوردي اللحم بشكل عام ونعجة الجنية. خلبات وشلونك؟ خلبات اخبارك؟ الله يسعدك. شلون الاسواق ابو حاتم؟ والله اسواق مقبول، يعني مقبول ان شاء الله. الدولار ايه على طرة الدولار ما شاء الله. لا لا الاسعار هي يعني ما تغير. ايه بس انه اي نعم تماما. نفس الطلب ما تغير اي شيء. تماما ما اقول لك شو كله شغال. تماما. الفطايم وين وصل؟ 600 وش قد؟ 600 صار 600 يا شباب. رمج فطايم ورادي طيبات زينات ما شاء الله تبارك الله، مال جنيه مال ربط كله يصير، مال لحم مال ذبح مال صياني كل اللي يصير، كل شيء يصير ما شاء الله تبارك الله. 600,000 ما شاء الله تبارك الله. عندكم عليها شيء؟ الله يبغى غزال والله. على راسي ولا خربات؟ عندكم عليها شيء؟ 600 يا شباب ما شاء الله تبارك الله. عندكم شيء لنبيع؟ عندكم شيء لنبيع؟ عندك شيء خالص؟ هذا مليون و250 خروف يا شباب. 250,000 ما شاء الله تبارك الله. الفطيمة هاي شرحية صار 6.5. 650؟ نعم 650. هاي صارت 400 اسخلة لحم. 450 اسخلة لحم. هاي نعجة حانية كفالة شهرين. كفالة نعم. صارت ايش قد ابو حاتم؟ صار مليون ونص. رباعية؟ ثلاث بطون. رباعية ثلاث بطون. صار مليون ونص. مليون ونص. مليون ونص نعم. ما شاء الله، كانوا العشرة جنيه قامت تنطلب خالة ابو حاتم. مصاري دولار يا اخوي. الله يرزقها. الله يرزقها على. مليون ونص ما شاء الله تبارك الله. طيب العنز هاي ابو حاتم؟ العنز هاي طلبت عليه مليون ونص خلاص طلب. مليون؟ خلاص والله مزبوط. ايش قد طلبت؟ ايش قد طلبت؟ مليون يعني؟ مليون ونص. مليون ونص. بس خلت لحم طيبة ما شاء الله تبارك الله. عجل مليون ونص خلت 500. زاد على الخراف يا شباب صغار. 900 والطلب مليون مليون. هذا الخراف يا شباب، هذا خروفين وهذا خروفين. شوي ابو نسي. أربعة إيه. مليون ما شاء الله تبارك الله. كثيرة. يقول له مليون مليون. مليون مليون. مليون مليون. مليون مليون. مليون 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 مليون. عندك شيء تحت؟ أظن يا شباب الخرفان. مليون مليون. مليون طيبات ما شاء الله خرفان صغار. أزال براحة بلاش. مليون مليون خلاص. على مليون. أبو ناس هذا كان ورا أمهات. على مليون مليون. إيه. على مليون مليون. من ورا أمهات. على مليون مليون. على مليون مليون. رضيعيات. هذا عندي شيء قمر. أنت شيء معلم. أنتم شيء شباب. مليون مليون. مليون مليون. بتجي تجي. بتجي تجي تجينا شيء نادم شيء. مرحبا تجيك دبشية. أنا ما حجي. عندك شيء عليهم؟ 10 عندك مصاري؟ بدون مصاري عندك. يلا مليون 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 مليون. هذا انا خرفان يا شباب خرفان. هذا عنده عندهم شيء يا شباب صغار امانة الله. عندكم شيء يا شباب حجي طلع لك مليون مليون. ما باع؟ باع مليون مليون. مصاري لك نقدي على قليلك. قول يا كريم قول يا كريم. انباع يا شباب. فطيمة وردية يا شباب صارت مليون سوري. فطيمة لحم صارت مليون. انباعت مليون. يا شباب رجع دلال عمي ابو ابراهيم ما شاء الله تبارك الله. شلونك ابو ابراهيم؟ شلون حركة السوق اليوم؟ والله ماشي حاله. زين ان شاء الله زين. مثل الاسخالات هذول ايش وضعهن؟ والله طلبنا عليه 6.5. الوحدة 650 650. 500 500. وزننا؟ والله وزننا 4.5. 4.5 4.5. كل واحدة حالها. تمام. وهاي ابو ابراهيم؟ هاي ايش هذا؟ والله تريده بستة ونص. تماما اذنا؟ هذا 500 500. طيب الفطايم؟ هذا فطيمه؟ ايش قد؟ 800 فطيمه يا شباب وريده ب 900,000. هذا ابو ابراهيم 700 ويريد بين 1000 1000. 800 800. وذنا؟ هذا موس. هذا ايش اذنا الموس؟ 650 الوحدة؟ انباعت 650 650 على الموت يا شباب. راجع الناس بعد اظن العشتين يا شباب ما زال على العشتين. صار المليون و275 ويطلب عليه مليون و300 ما شاء الله تبارك الله. فلوسي اثنين ما يصير. ها ليش ما يصير؟ مو ما يصير. فلوسي جاهز انا فلوس عندي. اظن الدواب يا شباب ما شاء الله تبارك الله. جايبين جلب حاجة يقولوا مصاريين يوم اثنين. هذا المعنى نعطيه مليون ما بيش ما بيش ما بيش كلام حلو كلام. وهي صارت ب 14 شباب يعني مليون و400 الف سوري ويريدها ب 15 ما شاء الله تبارك الله. صارت الغنم الجنية تنشر يا شباب. غنم الجنية صارت تنشر
خاصة عجا الحانية يعني يعرفون يأخذون من الحكي من صاحبنا حانية أو يصير بها رقم إنه بها طلي ولا لا. مليون وأربعمية أبو حميد، مليون وأربعمية صارت هاي كلمة واحدة 15 أحسن كل الحكي. نعم ارمي جيب لنا وش كان 15 راجع راعي أبدا و200 راجع راعي يا أخوي تكلم الحكي خيال زين نقول 50 أيوة 14 50 يعني مليون واربعمية وخمسين. هاي العجة يا شباب عجة طيبة ما شاء الله. الله راس أبو حميد والله. رباعية. 450. رباعية. ما شاء الله تبارك الله. عجة طويلة عجة جنية. 450. يلا خذ الحج. شارك رباعية سولف. 450. شوي شوي تعورون جنيه. بعد 15 شباب مليون ونص سوري ما شاء الله تبارك الله. شباب الرب جدلال علي ابو ناس ما شاء الله تبارك الله عنده الاخراف الطيبه. الصلاه على سيدنا محمد. وين صار ابو ناصر؟ هذا مليون تعلي علي ما عاد هذا مليون 800 ما صار بشيء. مليون و800 يطلب عليه شباب لسه ما صار بشيء. اهم شيء عد دلاله. يدفع 15 يعني يدفع مليون ونص يا شباب. تماما هذا ابو ناس اذا نريد المليون 500 اه تريد المليون ونص مليون ونص يعني مليون و200 مليون و200 ما تبيع والله ما يزبط اه بكيف هذا اللي عندي يعني انا يعني يقول 1000 انا انهزم اي نعم هاي فطيمه لحم يا شباب طيب اللهم صل على سيدنا محمد فطيمه ورديه مليون 300 صارت ورديه مو ابو احمد فطيمه ورديه صارت مليون و300 الف سوري ما شاء الله تبارك الله مليون و300 والله قليل عليها يا ابو احمد حيل لا لا قليل قليل عليها ما شاء الله تبارك الله مليون و50 ستين الله يوفقكم ويجزاكم الخير كل مشتركين ومتابعينا دعمونا شباب وصلونا 5000 مشترك ايه تمام هاي ابو ناس الصاله هاي جديده ب 400000 نعم هاي مال باميه شكله نعم مال باميه ديريه ديريه اي والله وهذا فطيمه 500 ريال 500 تريدها ما صارت تماما نعم والله بدنا نريد مليون ونص لجب حليب غنم لجب حليب مليون ونص مليون ونص هذا مليون ونص مليون ونص مليون و200 مليون و200 غنم لحم ايوه عندي هاي فطيمه